السلام عليكم. بعض الناس تتعجب من محبتها الكبيرة لشخص ما دون أن تدري السبب، أو تتساءل عن سر القبول والمحبة الكبيرة لشخص معين بين الناس دون أن يكون هناك سبباً واضحاً. وهنا تأتي الإجابة في هذه الآية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وداً، أي سيغرس لهم أنبل وأصدق مشاعر الحب في قلوبنا وفي قلوب عباده تجاههم. فما أعظم عطاء الله عز وجل، حتى الحب لا يدعنا نتعب في استجدائه، بل يخلقه لنا في قلوب الناس بدون سبب، حتى وإن تباعدت أجسادنا. لذلك لا يقاس حب الأشخاص بما يفعلونه أو بكثرة رؤيتهم، فهناك أشخاص يستوطنون القلب رغم قلة اللقاء. المودة والمحبة الصادقة في القلوب رزق وسر خفي بين العبد وربه، فما أجمل أن نكون إلى الله أقرب، وما أجمل أن يزرع الله لنا حباً وقبولاً في القلوب. اسعى في كسب ود من في السماء ليحبك من في الأرض، والله يحفظكم ويحفظ بلدكم.